في ظلال السيرة مولد الفاروق. تنفس الشباب هناك حرية وعبيرا آخر بين غابات إفريقية وأنهارها، حتى قالت أم سلمة: اجتمعنا بها فنزلنا بخير دار إلى خير جار، آمنين على ديننا ولم نخش فيها ظلما. فالظلم هناك حيث يحكم أبو لهب وأبو جهل وأمية وأكوام الأصنام والعادات والتقاليد، هناك حيث أصبح النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أقل وأكثر ضعفا، وأصبحت قريش أكثر جرأة وحقدا، فقد سمع زبانيتها أن الراحلين يشعرون بالأمن، وأن هبل واللات والعزى لا قيمة لها هناك، فجن جنونهم وأرادوا التنغيص عليهم، أرادوا تلويث أجواء الحبشة وتكدير صفو أنهار عدلها. اجتمعوا وتشاوروا، وبعد لغط وثني قرروا رشوة النجاشي ملك الحبشة كي يعيد لهم أولئك الشباب أو يطردهم من أرضه. تساءلوا عن الهدايا التي يفضلها النجاشي، فإذا هي الجلود، فطافوا الأسواق وجمعوا ما استطاعوا من أجودها، ثم رشحوا رجلين للقيام بهذه المهمة، هما عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة، وحملوهما الهدايا والوصايا فانطلقا. وبينما كانت قريش تنتظر إعادة الشباب، كان في طرقات مكة رجل يطوف كالمجنون يصيح ببيوتها، بدكاكينها، بأسواقها، يصيح فتردد الجبال صياحه. خرج عمر يلاحق الرجل، وخرج طفله عبد الله خلفهما، وفجأة تداعى الناس فزعين، ثم أثارهم ذلك الرجل حتى نشبت بينهم معركة بالأيدي. في ظلال السيرة.